ما كيبانش ليا الخوت، هنشوف واش كاين. بوزيك قالك كنت انت صيفط لاخويا ميساج في الواتساب باش نطلعك. فين هو فين هو بيزي ما كاينش الدراري، ما كيبانش ليا كاع، كنقلب والو ما كاينش. كاينش بوزي جوال، واش حد ديال الكاست مسافر؟ سيطوك بكية ديال لي كاست، كتبغي تطلع شي واحد تلقى بكية ديال لي كاست. كاينش بوزي جا الدراري والو، عيد نقلب. والو بوزيكا ما كاينش. ما احنا هذا الموضوع الخوت غادي نسدوه من الاخر، انا حداكم انتم نطوع هذا الموضوع نجمعوه ونطوي فترة اخرى. الخوت فاش واحد يمشي يذكرني في شي لايف يسبني في شي لايف وندير معاه المسطرة القانونية، ما تجيوش تقولوا حشوم عليكم. لا صافي هاني ما يقولش واحد هاني، انتم مش شهود، انا ما نهضر مع شي واحد، انا غادي نجمع هذا الموضوع ونطوي. يمشي شي واحد يهضر عليا في شي لايف يسبني في شي لايف، نخدم معاه قانوني من الاخر، اقسم بالله خطرت نمشي نخدم قانوني بالله، ما نجاوب حتى شي واحد. انا نزيد اللايف ونديه قانوني تجي السيد على الدار، ما يجيش ديك الساعه فاش يجي السيد يجي عندي يقول لي ماشي كنهدد الخوت. شوف انتوما واش تكونوا، ما بقاش انايا كان مرض مع بنادم. عادي خطره اخرى يولي يجبدني شي واحد ندير معاه ديك مسطره قانونيه، ها ما يجيش شي واحد يقول لي لا حشومة عليك الملولي مسكين ما قصدش لا كدا. نبعدين على عباد الله، وانا كذلك باش تشوفوني جبت شي حد ديك الساعة لوموني انايا. السلام عليكم. مالك خير؟ شنو فين بوزيكا؟ الحمد لله مازيان. لا مالي والو اخوي، راك كنت حاضر راك شتي شنو كاين؟ اودي انا راني كسكر شنو هو؟ واحد خونا واحد كيتعاود كيتعاود الصوت هبطني واللي طلع دابا ما كيتعاودش، دابا مزيان، اي انا كيتعاود دابا ما بقاش كيتعاود. اي انا كيتعاود وصافي ماشي مشكل، ما انا كنت مضارب نتايا. احد خينا راه داير بحال صوفيا الطالب. شوف داير لي زياد، داير لي زياد، ما داش لي زين شوف انا جالس رحمة عليا ما بيد خط القصص، كيسب فيا بينهم في اللايف، كيسب فيا ما داير له حتى شي حاجه، كيخسر ليا في الهضره عادي. اش بيني وبينك اخويا كاع انا تخسر ليا الهضره، فين كنعرفك؟ صافي
هضرت على راسي، طاكيت على راسي، هادي من الاخر. شكون بغى انا يكون عندي قابل؟ عندبر الكيت باش ما يتعاودش. يا بوزيكا شابكه مع لوبيا، بوزيكا لعب شابكه مع لوبيا. بوزيكا وشي لوبيا، لوبيا ولا غير لويبيا؟ أبو أبو دابا الهضره ما كتعاودش لا ما كتعاودش دابا مزيان. اخي يا هشام، انت داير اللايف وانا داير اللايف كيف وي. انت كنت كتدابز مع القايده، قريدة القريدة، كنت ندار مع القريدة. انا بس سقت لك الخبر ندابز مع القايده، كيكتبوا لها في لي كومونتير في اللايف ديالي، وراه هشام صارها مع القايده ياك. انا مع عقلي في الكيف وي رنا اللوبيا، شنو دار لي اللوبيا يا زين؟ مرتي مشرمها في اللايف ديالك، قال لها النمره البيزيكا قطعوا له اللايف، وعرفتي الشتا ديال المكالمات، قطعوا لي اللايف وطلعتوا معايا في اللايف، قالوا لي ها شكون ها شكون، طلعتوا معايا. ايوا بردت في قايسي، دقدقت مات الله وعالي. واش شنو قالت لي يا بوزيكا؟ قالت لي دابا قدام الناس غنجيب لك دي كونفرسيون ديالك، عرفتي، مع ناس اخرين. واش هذه عمرك سمعتي يا بوزيكا؟ عادي هادشي عادي. لا واش دابا انا وياك مضارب، انا وياك نمشي نجيب لك انت كونفرسيون ديالك مع ناس واحد اخرين، تنقول لك انت مضارب مع الناس، واش هذه يعقل؟ اسمع، كاملين عندنا الباسيون، عندنا لي كونفرساسيون مع البنات وكنتلوطو وكذا، حيتاش حنا رجال، اما تكون شغيلو بيا في هذا الوقت. والحمد لله ما كاين لا لوبيا لا حتى شي لعبه. شنو غتجيب؟ ما انا قالت كتجيب لكم فاش مضارب مع الناس، وانا اخي داك الشيء اللي غتجيبو هي. انا خديت البراءه ديالي وفكيت مشاكل ديالي، غتمشي تجيب لي انت كونفرساسيون سوريا في الانستغرام، وانا صافي خديت البراءه. شنو دير؟ شنو نستافد اخي بوزيك؟ غادي تبقى هكا في التالي تصاحب وبعد العداوه محبه. انا بوزيك خاصك تعرف واحد الحاجه، انا ما بيني وبينها والو، ولكن هي هذه الايام عيقات، كتسب في عباد الله في اللايف، كتقال لهم المكبوتين بال هكذا عيقات. لا انا هادي لا ما نطلع حتى شي واحد، لا ندير لا نفعل في الغادة. ويلي ما يكثرش بنادم ابو زيكا صاحبي، خاص بنادم ما يكثرش يقرا حتى شي شويه يطلع في رنانان تالي. عرفتي انا عيشة مراني تزوجت عاد تزوجت عيشة. بعد كنت متزوج ما بقيتش متزوج ابو زيد، قدرت بناقص على بالله. والله الا اخويا صار ما بقى زوج. اخي يا هشام، بيني وبينك انت كتطلع البنات بزاف، هذه صفقه صغير المرأة، انا وقع لي هكا وحبست البنات، ما بقى لنا مزوجين لا والو، صافي كنا باغي نتزوج وندير عقلنا، درنا بناقص دابا ما كاين لا زواج لا تلاقي. انا والله الا تزوجت اخي وهاد النهار كليت الكلام. تبو زيكالا واي الله الا عمري كليت الخبز يابسه. يا ربي عرفتي وسخت راسي دو فوا صاحبي، كنطلع مع وحده الفيديو ديالها بورنو في يوتيوب. اخي هشام ما كانش عليك قاعد تطلع وقالت فيك شي حاجه دبر راسها، ما تقدرش كاع معاها انت في شكل اخي. دابا بحال كون كنت انا ما نعرف حيت كنت مقطع الورق. بديك انا ما كنقدرش نخسر حدا من الهضره حدا الناس، انا تجيني فاص تسمع بس ديما تعاود هكا في اللايف، ما كنقدرش نخسر الهضره، كنحشم من الناس كيغلبنا وجهنا احنا مربيين. انا ما شافونيش مؤخره ديالي ابو زيكا، ما شافونيش مؤخره ديالي مغرب كامل، واش فهمتي؟
ما نقدرش. صافي الله يعني. واخا يا هشام دابا انت واه السيمانه اللي دازت كنتي كتصالح، دابا وليتي كتقود السوايع. شوف انا نسمع صالحت واحد البنج صاحبي كون في شنو صالحت انا؟ صالحت البنج هذا البنج صاحبي هو اللي طلع. وصالحتي لي انا مع الشرط البيطار. صالحتك مع البنج نيت البنج صالحته معاك ومع مورو، وفي نفس الوقت البنج كان داخل المشكل فيه حتى الشروقات، اذا المشكل واحد هذا. انا انسان بغي يضرب براسه اللي بغي يموت براسه ونصالحه انايا، مالي انا صاحبي. انت صاحبي والبنت صاحبي، قلنا ما انك انت صاحبي والبنت صاحبي نصالحوكم، هادشي اللي كاين. وكي جاك البارح فاجر طلع معي في اللايف المنتخب وكذا، ديك النهار كان عندي في اللايف، كان كيكومونتي ليا، كنت كنهضر معاه، كان كيهضر معايا في لي كومونت. ظريف مسيك النهار جعفر. فاجر لعب مع راسنا، كنهضر انا وياه في البريفي، يلعب مع راسنا ظريف ظريف غزال والله العظيم. تانا كيهضر معايا دابا في الواتساب والله الا متواضع بالله. لا ظريف ظريف دريويش. عاودي تحنا حاكر راسنا، تحنا رحنا مشهورين. علاش شنو حنا قلنا شي حاجه؟ حنا هذاك السيد قلنا لك ظريف، ماشي انا مشهور ولا ما مشهورش. وداك زياش لا حكيم زياد ما تنعرفش. اودي والله اخوتي لا هذا هشام البلولي لا ظريف، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله لا ظريف. اخي هشام انا والله ما كنبغيك تطلع. شوف دابا جوج لايفات وقعوا لك ديال تسطيح الهضره وديك الشيء، حيد عليك اخي هشام، ما تبقاش تطلع مع بنات خويا. ابي زيكا ابي زيكا، انا ما كنتش كاع دخلت لقيت كنتسب في وسط اللايف، صيفطوه لي دخلت لقيت راسي فيه السبان كنتسب. ها انت اخويا نسمعك، سمع اخويا انا ما نخصكش الهضره، سمع بنادم شنو قال عليا. ها انت سمعني سمعني سمعني. انا خير انا وليك يعني. سمع اخويا دابا يا هشام انا كنفاجئ عليه، عرف سيكو كان عبد الله ينعم الدنيا. دخل سبني انا وطوطو. سمع سمع خويا اش بيني وبينو انا يا خويا جالس معايا ملي دخل هضره غير بدايه وبقى باق 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 سبان 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 سبان. اش بيني وبينو اخويا انا؟ اش بيني انا خونا؟ ما عرفتوش صافي. شوف فريتها انا ويا ما بغيتش نذكر، ولكن اخويا انا دابا خاصكم تعرف الناس دراري، خاصكم تكونوا حتى نتوما لا لوجيك. واش انا ما كاينش؟ انا ما جبدتكش طالع انت وياها في اللايف، فيناتكم انت وياها؟ انا اش دخلني اخويا؟ اش دخلني اخويا انا؟ وبدا كيسب طوطو وسبني انا، واش هذا بطل؟ حشومه ابوي زيكا صاحبي. لا انا فهمت، قالت له هي تيمو شيرش لي بروبليم، زعما كتقلب على المشاكل. صافي انت يا ماشي واحد كيسب هبطيه بون فينا هبطيه، حيت هو كان ضرب كويسات شويه هبطيه. صافي القايده انا على الشيطان، انت وليتي كتزين بني القايده. لا واخويا اسمع انا اخويا ما جبت حتى شي واحد، انا والله اخويا ما جبت شي حد. انا كنحكي عارفك عارفك يا هشام، عارفك اخي عارفك عارفك، انت راك وليده والله الا وليده. بوزيكا انا كان عليا ما كانش عليا نجاوب، كان عليا نزاد اللايف نمشي ندير البلان ديالي. صافي هاد السيد هذا كيسبني، بيني وبينو يسبني، تاجي السيد على الدار يجي يقول لي الله يسامح، نقول له سير تقبل امك عينيك ديك الساعه. ولكن انا حمار ما يد كنت وسخ في اللايف طالع معاه بلا ما ماشي ما تعاودش ما تعاودش وصافي. المهم هي هذه دارت لك العقل اخي هشام، ما تبقاش تطلع ما تبقاش.
سميتي كاع سمعتي واش انا طلعت معاك في اللايف ما طلعت معاهم في اللايف ما كاينش انا كاع صاحبي وضرب لا خاصك يكون خوتي عشان والله لا خوتي جميلة ضيق، أقسم بالله إلا أنا عشرته والله إلا رويت والله إلا طوطو اخويا سوق هذاك هو ما بغاش يهضر انا خويا نفسي حار ضربني طوطو يقدر ما يهضرش يهضر داكشي كيبقى شغاله المهم انا ما غنسكتش طوطو صاحبي تا هو عرفتي طوطو نعم راسلها رجوله ولكن انا تسبيت هضرت على راسي بنسب طوطو تسبني انا اللي تسب شكون ما يتسب اخر لا صافي في الاخر كان من غم هو هذا عارف الغلط اللي دار قالك اسمح لي الله يسهل عليك سير اخويا الله يسهل عليك صافي سالينا هادشي فصافي سير انت الله يسهل عليك سالينا هادشي بوان فينا شوني في شوني في قداش عايشة والله إلا زادتني الركبة ها ضربتي الكاغيط صافي أخي تتحيد هاد كورونا هادي إلا تلقونا في عشرة مشي الفوق كنقول لك واحد الحاجة شكون اللي كيدير لنا هادشي بأن وجهنا كيغلبنا وحنا والدينا مربينا وكنحشمو في السوشيال ميديا أما نقبض بنادم في الواقع يترنني فنفن تفنفن معاه يشوف شي حاجة الأخر أقسم بالله خايب بوزيدا ما كيديروا هادشي في الواقع راكو كان السوشيال ميديا ما غيهضر لا قرد لا قريده لا حتى شي واحد ما غادي يهضر دابا السوشيال ميديا وبين مخبي مرسلينكا والبلباله اما اقسم بالله اقسم بالله دابا بين ما يبغي يطيحك وباغي يوسخك وباغي يضربك في المكان علاش حيت خدام على راسك ترونكيل اما اقسم بالله بوزيك اقسم بالله ويجي كفاس يجي فاس ما يبقى حتى شي واحد واقف والله ما يبقى شي واحد واقف بالله عرفتي علاش بالرجوله ماشي بالحقره بالرجوله حيت بلا ما تعدى عليك غنتقبو من الاخر لا تعدى عليا انا ما كنتعداش على عباد الله ولكن باش تحقرني لا تسبني لا بيني وبينك احترام انت بشكل وانا بشكل صافي الله ينعم الشيطان اخي شنو تريني حياتك قالت لك انت قلت لي اجي طلعي معايا في اللايف وانا قلت لعباد الله في اللايف قلت لهم انا نقول لك طلع دابا وقلت لهم هي والناس كتشوف في اللايف وقلت لهم حداها ماشي زعما شي حاجه داك ما قلتش شي حاجه شنو هي دابا قلت لك اجي نطلع في اللايف مال شنو قلت لي انت قلت لي اجي نطلع في اللايف ابي زيكا مال شنو فيها عادي هو ما عرفش قلت يطلع معايا واو قلت لك طلع معايا في اللايف نطلع معاك اليوم باطرا انا فهمت شي حاجه اللي هي عادي احنا ما كنهضروش على 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 اللايف على غنجبد لك دوسيات ما دوسيات حنا كنهضروا سبيتيني بون فين عاودي دابا سمعني عايش شوف شوف هاد القايده اللي راه كتسمع دابا عقول لا تسرد لي وتخطيني تسرد لنا شي العقيله عندها ولا شي خطينا بوزيك انا ما عطاش عليها تسرد لي شي تسرد انا والله والله هذا تسرد لي انا والله ما عندي غرض تسرد لي وتخطينا كاع دابا القريده صيفط لك الفلوس نتايا تبغيها والله ما هذا تسرد بالله واش كتضربني نيتك بوزيك بالمعده ديالي ماشي بريتي انا زعما ديك تضرب لي الفلوس ليوت دابا هي صيفط الفلوس والله الا عادي والله العظيم غدا نمشي لويستر يونيوت يقولوا لي غيتار مصدر لك ندخل نعطي لها كارت بعد وتبعني ربي هاد البيزيكا هذا خاصك تشوف الناس اللي داير شرج لي في الواحد الناس هاي وانت ما كتقشر بالله بوزيكا اقسم بالله ما تتقشر والله ما شوف اخي شوف اخي شنو هادو راهم كيلعبوا لك على الاعصاب وكيمرضوك وما تبقى لا كتريني انت شوف الناس ما تريكلكش شوف شحال الساعه ومازال داير اللايف لا في الناس والله في الناس باغي الناس لا نورمال مود كتريني راه خاصك تكون ناس سعود العشره راك ناس ما تضرونيش انا خياش واش راني كورمان واش كان كيكون داير اللايف حتى الخمسه الصباح كيهضر مع القايده دابا الحجر نهضر مع القايده من الموافق نهضر معاها والله يفهمني قلت لك روني كورمان ماشي انت اترينا خويا هشام وناس بكري وما تبقاش تحشي راسك في هذا الخوش عليك انت يا جمي كدير الرياضه اختي راسك مع الكلاش مالك بيتريا عطيك الكلاش دابا والله اخي بوزيك انت ما بغيتي تفهم وانا وداك الشيء اللي باغي وداك الشيء اللي باغي هما والله الا داك الشيء اللي باغي بوزيك ساليت انايا انا خطره اخرى شي واحد غادي يولي يسب غادي نهز ديك اللايف غندي النيشه للولايه من الاخر والله تا غنخدم هاد العيبه هادي حتى كتصيفط الاول الثاني يجلس كلشي غيتبدل هذا ما كان خيا هشام
والله الا هذا اقسم ما كان هاد خطره شي واحد ويولي يدير شي لايف يسبني فيه ولا تنهزو نمشي ديريكتو مول الولايه من الاخر من الاخر صافي بقاش انا نعطل بنادم خاسر والو. ونيش نبقى هكا وترانجا معاه وقسم معايا وسرق لهيش تنترونجاش انا نمشي دوك انا ما غنترونجاش راك سمعت يا خويا سمعتك اللايف تخسر الهضره انا جالس ما داير والو سمعت سبان شبعت سبان اخويا على والو اش اخويا نشبع سبان انا اش بيني وبين بنادم شنو درت له اخويا شده دابا ما عليا تكذبش اخي دابا ما فوقاش ما ترينيتي ما تكذبش شي شهرين ما ترينيتش دابا اقسم بالله الا سببك غير الله يبارك لا والله ما انت الله راك يبات واحد ماشي ماشي ما المورال ما كاينش عندكش المورال ما عندكش كاينش طيحوا لك الايصال المورال شوف ما كاينش الايصال مع الحجر الصحي مع رمضان رمضان وحجر صحي ما تيتلاقاوش والله ما تيتلاقاو ما حرسك تنعس ما حرسك تنوض ما حرسك طيب ما حرسك تيتلاقاوش اخي بوزي قوال تيتلاقاوش والله ما تيتلاقاو رمضان والحجر ماشي الصحي ما شي وحدين شوف جالسين كيقولوا لك اسمع اسمع شي وحدين جالسين خراتك في السروال شنو هاد الهضره اخي يا سعيد شنو هاد الهضره الهضره كيبقى شنو راجله سي محمد الهضره كيبقى راجله هذا خليهم واحد يدوي شوف ساعي شوف شوف هادو اللي كيهضروا دابا غير جداد اما الدراري صحابنا اللي كيطلعوا معانا ديما في اللايف راه ما كيهضروش الدراري اللي كيعرفونا في اللايف راه ما تيهضروش عندي خوتي ولو عندي تبارك الله الدراري خوتي كندير اللايف كلهم بخير انا دابا هادو دابا اللي ما عارفين والو اللي دخلوا عندنا هاد النهار دابا يوليو خوتنا حتى هما ما يبقاوش يغلطوا في الهضره غيعرفوا الرجال بالرجال ايوا يعرفوا الرجال بالعيش اما ما باركتيليش ال 200 كا ضربتي 200 كا ويلي برافو اخويا الله يسهل عليك والله الله يسهل عليك والله اه حاجه وليت من مزيانه انا وليت من داك صحاب السوشيال ميديا كوليتي دار عندك دابا 207 ويا بغينا نديرو الكيفوي اخي هشام ونبقاو حنا نشطو البوليد واش حنا مقاومين نطلعو حنايا نطلع مع القايد نطلع مع القايد نطلع مع هذا طلع مع هذا حنا نبقاو حنايا طالعين في الدروج ما نطلعوش الفلوس الجيف اواي فيه صداع فيه المشاكل اخويا انا يفهمونا وما يديروا لنا لا صدى لا والو تيجي شي واحد عندك يعطيك فلوس بينك وبينه وتطلعوا يزيد لي زابوني من الاخر ايه اما تجيف اوايات وكذا بلا ما تكذب على بنادم تقول شوف تقول بنادم سمع صاحبي غتعطيني فلوس القد والقد غادي نطلعك نبقى نطلعك معايا توصل القد والقد ديال لي زابوني الله يعاون اما باش تجي تبان تقول له غندير الجيف اواي وعادي تربحوا ولا ما تربحوش ولا تربح واحد اخر ولا غير يتفلى على بنادم حيت دابا الاغلبيه اللي كيديروا جيف واي اش كيديروا فيه؟ كيديروا جيف واي في الاخر كيعطيها لشي واحد كيعرفه فهمتي؟ كيدوز له واو اللهم لا لا بل لا في واحد باغي يطلع لي زابوني يقصدك يقصدك يقول لك نعطيك القد والقد وزيد لي لي زابوني غتشدها وتزيدوا لي زابوني السلام عليكم ما تنصب عليا ما غينصب عليك في الاخر خي هشام والله تندي لبس سوير تيقول انا تربح موس ولا ما كان ولا تمشي بها عريانة انا لعيبات ما نديرهمش بوزيك اخويا لعيبات ما انا ما نديرو بمشاكل اخويا وشنو الدراري دابا طالعه 10000 10000 واش نديرو الجيف واي 10 كاش من 10000 كا 10000 كا اجمعين انا كان شفت ثلاثه الارقام كنحسب 10000 10 كا ماشي 10000 كا والله الا صرتني 10000 يعني والدراري نديرو الجيف من واي الاخر شوف بلا جيف واي بلا جيف واي بلا والو من الاخر قول لهم الدراري اللي بغى نزيد له لي زابوني يجي يطلع معايا يعطيني قد والقد احسن لك من تكذب على بنادم وتولي معايب مع بنادم ولا تدي له رزقه ولا شي واحد تطمعه اجي من الاخر اخويا قول له بغيتي تزادوك لي زابوني اخويا يقول لك ايه كل تعطيني قد والقد ديال الفلوس تطلع معايا غادي نزيد لك لي زابوني صافي غادي يطلع معاك غادي تزيد له لي زابوني النهار الاول النهار الثالث يوصل داك الشيء تفهمتي ما عليه واش 5 كا واش 10 كا 20 كا صافي خصوني اخلي يوصلها هشام يشترى معايا كيبقاو يتشطروا بحال اللي كان بيع الهندية ايوا ما عندك ما دير اخويا ما عندك ما دير اديروا الكيفوي الكيفوي اش دير بالكيفوي يا بوتيك الله يعطيك ما نعرف شنو الله يسمح لك والله الا باغي ندير داك السبيرتي نبقاو ندورو هكا ونشوفو شكون يربح الايفون 11 والله يهديك اصاحبي ادي لهم 2000 انت ادي لهم ايفون 11
والله اخي وصل دول الفلوس هكذا في دراهم الواحد، اقسم بالله تدير ايفون 11 والله اللي ربح تيديه بالله. اديهم ايفون 11 وتدي ايفون 12 ديرو بجيبك. وما نستاهلوش اخي، قليل ما ضحكنا احنا عباد الله. بوزي قال ما حق واحد البنت مسكينه قد غادي وصل دير لنا شي 1000. انت ما كبوزي كصافي يسردوا لنا سردوا لنا يقولك عاوتاني كيشقروا في اللايف اصاحبي. انا اللي كنقولها ماشي انت، تبدا مع القايده ولا لتحت الصراد والفوق الدباز. اخويا هاد القايده ما تنعرفهاش يعني، ما كنعرف لا قايده لا تلعب سالينا حنا صافي. اجمع عليا اخويا اش غنبقاو تنتوسخوا مع بنادم؟ حنا عندنا بالماريس، حنا كنا كنعاونوا الناس، كنتلاحوا السيوف وكنعاونوا الدرويش، كنعاونوا اللي كيجريسي، كنتعاونوا على مع المواطن، كنعاونوا كنساعدوا الوطن ديالنا. عندنا بالماريس حنا ماشي مركبين مؤخره باش داروا لنا الناس ابوني ولا شي حاجه، فهمني يا اخي. عارف عطينا عارف اخي، ايوه راه كنا كنتقاتلوا عليها وباش الناس ابوناو عندنا وكيعرفونا اش كنسوا. صافي سرد لنا القسم انا معايش. انا اسم طولك دي لسه طولك ابو زيك دي ابو زيك لسه طولك دي ديرو في جيبك ديال. والله الا حسيت بك طيران لك بالله العلي في الناس مش طايره اللي في الناس، باغي الناس ايوا سير ارتاح اخي هشام، خلي اللايف مفتوح وسير الناس، انا نهضر مع الناس باش ندير لهم كيفوي. ابو زيكا باش وقع وي لنا المشكل، باش وقع لي المشكل حيت نعس كنت فقت بكري، فقت مع 8 الصباح، فقت مع 8 الصباح هي فاش جيت مع ديك اللايف كنتسب فيه. لما كنت لقيت كنت قصار كاع ما نشوف ديك اللايف، كنت ناعس ديك الوقيت. ايوا الساعات ولا الساعات ولا قالوا لك انت بينوكيو من الصاد. وقل لما ما تنساش شي بوزيكا ما حق الله العالم، وباغي دير الكيف هو يا بوزيكا. والله تنديرو اقسم بالله العظيم، عمري شديت شي جد المليون دقه واحده صح. والله قيس اسمع اخي هشام، واخا تتجوج المليون ديرها في جيبك ويطلقونا مع نهار 10. جوج المليون راه تلعب ابو زيكا، جوج المليون راه والو اخويا، جوج المليون راه حتى شي حاجه. شنو هي جوج المليون؟ جوج المليون راه ماشي شي حاجه ابو زيكا، شدها هنا تساليها هنا. جوج المليون انت كنت في البوليسي وكتشد الفلوس وكذا فجاتك هذه كنتي راه مازال ابو زيكا صغير. انا ما فهمتش الهضره على خدمتي، حيت خدمتي محترمه وخدمتي ماشي ديال الهضره، بعيده عليا وبعيده على اي واحد. شنو كنهضرش عليها ابو زيكا؟ خلينا انا نحسن كنهضرش الله نهضره. تعلم عطينا دابا والمقصد بيني عطينا وبينك الوالد. اسمع اسمع ابو زيكا، دابا دابا اسمع ابو زيكا، بيني وبينك دابا انا ما بقيتش في البوليس، غنقول غنقول انا بوليسي وانا ما بقيتش في البوليس، غنقولها في اللايف، غنقولها غنمشي للحبس. ليش انا اخي واش فهمتي؟ ما يمكنش تقول انا بوليسي وانت ماشي بوليسي وتقولها في اللايف. ما كايناش لا دي اس تي، ما كاين لا ار جي، ما كاينش التعليمات العامه، ما كاين لا جيك، ما كاين حتى شي واحد كيراقبها السوشيال ميديا، ما كاينش بوليس وتحياتي كيتفرجوا للمخ، دابا. تحياتي لا للمديكاس ليلى. واش ما كاينش بوليس كيتفرجوا دابا في اللايف؟ ولكن اخويا انا خدمتي ما كنبغيش نجبدها وما كنبغيش نذكر كاع شي حاجه سميتها البوليس ولا شي حاجه. انا سميتي هشام ملوري، انا بطل قبل ما نكون بوليسي، بوان فينال. كندخل كنهضر في السبور، نهضر معايا بامكا هشام ملولي. ما فهمتش انا كيف كيبقى ذكر الخدمه، حيت خدمتي صعيبه عليا وعليه وعلى اي واحد ما غنقدوش عليها، فهمتي؟ نيشان والله لا نيشان، كنت ما غنقدروش عليها، حيت انا كون ما كنتش بوليسي ما نجيش قدام 10000 ديال الناس، ولا قبيله كانت 60000 ديال الناس كنقول انا بوليسي، حيت ما غاديش نخلص عليها. اخويا الله يقويكم علينا. ومن بعد نقول شوف، ومن بعد نكون بوليسي ولا ما نكونش بوليسي ما مالوش دار راه صاحبي، ما فهمتش انا. معش دابا انا بحال بوليسي بحال ماشي بوليسي ما عنديش المشكل، وبنادم هز ليا الدبيله هز ليا الهم، ما فهمتش انا يا بن معش هز ليا الهم. صافي يا صاحبي، نسى عليك البوليس، نسى عليك خدمه، نسى. الحمد لله تانا الوالد الله يرحمه كان كوميسير برانسيبال اخي هشام، كون كنت قريت على راسي كون راني تانا بوليسي في خباري في خباري اقسم بالله العظيم. واحد دقيق قاري شويه ساعه نضر ناقص له اها
ما تقبلش والله العظيم. زعما اخي تخيل صاحبي كنت قاري دابا، كون ربي يجيبوا لي كيكتبوا لك في الكومنتار عاود لنا النكته ديال كنزه، شكون هاد كنزه عاوتاني؟ انا بغيت نعاونو اسردو لنا اختي ولا تخرب ضحك شويه خايشه. عاود لنا نسمع. هذا واحد الراجل مشى له المنظر وكيموت صافي، كيلقف كيلقف التاليه، مراته عيطت له ولادي ودايرين كتسمع خايشه ودايرين عليه ولادو. واسمع اسمع ما تقراش لي كومونتير صاحبي باش تفاجئ شويه. ما قراش لي كومونتير، كنسمع انا بلوكيت واحد السيد مزيان ايه بقى لك ما كنقراش لي كومونتير بلاك كون ما قريتيش ما تبلوكيش. انا شوف انا بلوكي في سامس، ما كنقولش غنبلوكي، كيخسر شي واحد الهضره كيطلع لي في راسي كنبلوكي. دابا حيت دابا شوف حيت هاد النهار دخلوا عندنا الناس جداد، ديك الناس جداد ما كيعرفوناش، اما الناس خوتنا اللي تيعرفونا راه واحد ما تيخسر الهضره حيت ديجا عارفيننا كيضحكوا معانا. حيت دراري الله يفدي هاد النار هانيه داز ماشي مشكل، مازال تعرفوا شنو كاين من هنا لقدام وتشوفوا كل شيء بعينكم، ما تعرفوا واش رجال ولا ماشي رجال. انتوما بينكم حنا راه هنا يا جماعه وابنات الناس ولاد الناس. هشام هشام كنسمع وداك الراجل كيموت دابا، كيموت صافي الدقائق التالية، ومراته عيطت لولاده جاو من برا من فرنسا وكذا والبنات ودايرين عليه، ومرة مرة كيدير لها كنزة كتقول له نعم، كيقول له واش رحنا هي انا وياك ولا معنا شي واحد، كتقول له لا انا وياك وولدك الفلانه وبنتك فلانه ونعيمه والجاره، يقول لها ايوا تنكون ونقول لك. عاوتاني دز واحد دز واحد نص ساعة ويدير لها كنزة، كتقول له نعم واش رحنا هي انا وياك، كتقول له لا كاين ولدك وكاينه بنتك وكاين المهم. هشام هاد الجملة هادي عاودها شي 60,000 خطرة. ماله باغي ياكل الحلوة؟ لا هادي جاي ودابا بحيث كيدخل لاوي كيقول لهم وصافي تنكون انا وياك ونقول لك. جاو الاولاد قالوا ياك ماشي ورد ولا شي كنز ولا باغي يقول لك شي لعبه، قال لهم الا قال لك هذا دابا الا قال لك واش راكم يمشوش قولوا له والله راه حنا يبجوا وتخبعوهم امور البيت فهمتي، بداو كيتسنطوا. قال لا كنزه، قالت له نعم، قال له واش راه حنا بوحدنا، قالت له واعي بوحدنا، قال له واش ديري فيه خليه بغي ياكل الحلوة. انا كان بغيت انا عندك واحد النكتة متواضعة هي عادية ماشي شي حاجة، انا نكتة عادية هادي. هذا واحد صاحبنا كيطلل من البالكون في السيزيام ايطاج، هو دايز واحد ويقول له عشيري صاحبي، قال له شنو؟ قال له واحد دقيقة نهضر معاك، قال له هبط عندي نهضر معاك، هو هبط عنده. قال الله يسهل عليك اخويا، اخوك راه مقطع بيه الحبل دبر عليا وكذا. الاخر دار فيها بدا كيشوف ويقول له واخا واخا عشيري تبالي، هو يطلع حتى للسيزيام ايطاج ويقول له عشيري ما عندي، الله يسهل عليه ما عليك. والله ما خبات عليك بقات فيه زعما هبطو حتى لتحت في السيزيام، طلعو حتى هو السيزيام وقال له والله ما خبات عليك والله الا الله يسهل عليك. واحد هشام وقف في السيكتور مقطوع قريبة تود المغرب رمضان. اللي درتي يا ابو زيك؟ سمعني سمعني هشام، واحد واقف في السيكتور في رمضان مقطوع قريبة تود، جا واحد المسكين قال له اولدي فطرني، قال له دور عمي، هو دار خور له قال له سير راك فاطر. يا لطيف قلبناها عاوتاني نوكت نسيت انا النوكات، عرفتي شحال هادي نسيت ومبقيتش كنعقل عليهم كاع. لا تخيل ان شاء الله العظيم اجاك النعاس وعصبوك اخي هشام، كتبان لي والله الا معصب بالله تعصبت حيت غير خاوي فهمتي، كيعجبني العامر شي حاجه نفريوها باش ما كان، اما ترنو منه قرقر وما عنديش معاه فهمتي. شوف اخي هشام راك غزال ومتريني وتبارك الله خدام خدمه واعره، اما يبقاش بوزبال كاع كيدور بك اطحالي بحالي بقى. طلع لي ستار اصاحبي، لي ستار طلع لي ستار، النجوم النجوم ما طلعليش انايا الغياب، النجوم الكمراء كنزة
كاين شي واحد معانا قال لي انا ويقلا واش ديري. يلا هشام اخويا واحد السوسي واحد الفار كان محمقو في الحانوت اقبطو بالقيس حشالو ميتش ترمتو وطرطقو شنو حشالو؟ ميتش وشعلو وطرطقو ترمتو تشتك الفار رانا واحد المرة اللي غدا جات تسخن شاط الحين بحيث فتحات لقات فيها الرجل بالفار رجعت دارت له الشوها قال لها الخراتك راها الربحة وكيفاش الربحة؟ قال لها إذا كملتي فار تدي ثلاجة قلت له شنو ما كيتلقاش قال لها ترمتو طبق فيها الميت الله يرحم الرياض صافي غدا والله الا عندي واحد الشغل غادي ندي واحد النجار لواحد الصاله يسقى وكذا وكذا وانا ما شفت معايا شنو نسيت النكات انا والله تنسيتهم بال حتى واحد خينا جا دايز ولقى واحد الفامي زاطم عليها واحد لير 5 فهمتي هو حاز قنبلي بالقهوه والكارو دار طن بنت لواحد القهوه قال نمشي نتقهوى ندوماندي الكارو انا ما يتحرك داك مول لير 5 نمشي نجيب داك الفامي ونخلص فهمتي مشى جلس هيدا على قهوة هيدا على 10 مال دورو بدا كيتكيف واحد داك الفام ميل كيتكيف واحد داك الفام ميل وكتاب طاو طاو شوية هو كيقلع داك مولير سانك والقهوة كاملة تقاتلت على داك الفام ميل كل شي كان قهوة يبقى عيني تحرك شنو ذكر رولكس؟ شنو هو؟ رولكس ماذا؟ رولكس لا سواتش سواتش كذب نحر رولكس رولكس 25 مليون بارتما يواجه ندير الجيف اوي انا شوف ما كاين لا جيف اوي لا والو بغيتي يدخل عندك بنادم يعطيك فلوس طلع له الانستغرام ديالو السلام عليكم حسن لك من الجيف اوي انا كنت سامحني الدراري سمعتوا شنو قال هشام دخلوا لعندي ونطلع لكم لي صار في الانستغرام عطيو لي الفلوس واش نورمال بعد باغي انستغرام باغي لي زابوني غادي يخدم بيه على راسو هادي يخلص فلوس غادي يخدم بيه يخلص فلوس هادي ولي زابوني يطلعوا له حقيقيين واحد قال لي نعطيك 50 درهم وطلع لي 50 كا قلت له واخا تعريها ما طلع لك 50 كا لا لا عريها يفوت 50 تقدر يوصل 500 والله الا اسوء باش باش سلام قال لي نعطيها الكاش لا لا عريها يوصل 500 كا ولا ركب البزازل يوصل المليون والله خاي شنو قال لي نعطيها الكاش زعما 50 درهم وزعما فيها بزاف د الورق كاش يعني تاع الورقه ماشي صرف دراهم فهمتي انا قريت زعما فيها بزاف ديال الفلوس تاع الكاش تلقى واحد ايوا سلاك سلك يا ربي ما ديناش